بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. جن عليك. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: يعجبني الرجل إذا سيم خطة ضيم أن يقول لا بملء فيه. لكن أنا أقول له استعن، ليس له لوحده، لكل أحد، يعني استعن على من ظلمك بأمرين لا تعصي الله فيه. نعم. لا تعصي الله فيه، هذا أهم شيء. وأدعو الله لنفسك وقل في سجودك: اللهم اكفني فلانا إذا خفته بما شئت. نعم. اللهم اكفني فلانا إذا خفته بما شئت، هذا شيء ثاني. لك أن تحتال لنفسك، تتبع الطرائق لتأخذ الحق فقط، تأخذ الحق لنفسك. نعم. لك أن، يعني، وجزاء سيئة سيئة مثلها، والظلم منهي منفي لا يقبل. نعم. لكن لابد أن تكون حكيما، ولا تقبل أن، يعني، يستزلك من خصمك إلى الشيء الذي يريده. نعم. لكن أهم شيء لباس التقوى، ذلك خير. لن تغلب من عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله فيه.